عايز تاكل البطروخ هتموت عليه. ده بطروخ السردين اهو بقى فانا وصحه
ويا رب يجعله بالهنا والعافيه، وانا ما بدي لحد، بدعي من ربنا ان يجعله سكر في اللي ياكله واللي ياكل في سيخه، وتمر لو 2 و10 كارت السيخ دي عندي ما لدش عليه. لف وهات وادفع لك حق التوكي، انا ما عنديش اعتراض، انما تعبت وبعد ما تعبت قلت لك السيخ كام؟ ما في لا فتحت واحده لقيتها وحشه لف وهات، والله ادفع لك حق التوكي واخد المفطور. انا ما عنديش اعتراض لكده. انت دفعت فلوس، انت دفعت فلوس عشان تاكل مش عشان انت ما تاكلش، ماشي؟ وانا اللي بيجيني بقى يقول لي انت عايزه مطاري، عايزه دلع، عايزه اي حاجه. حسيت بهدلتني يا ولد. المهم ان فسخنا هو جميل، فانا وصحه واحنا نبرات، انا نبرات امام مدرسه الصناعيه ومالناش فروع اخرى، وعندنا توصيل، ويا رب يا رب يا رب يشفيني ويرزقني قبل ما اموت بشفه صغيره كده، شفه اي شيء انا اي شيء تجيبي لي على قد اللي تجيبي لي. شيف شيف او الشيف التاني السؤال اللي بحبه راجل كبير ده، شيف حسن. الراجل تاني بحبه قوي، الشيف حسن. اي حد يعني، انا اي حد اوري له طبخه حلوه، اوري له طبخه من ايد طباخ من ايد شيف. يلا بقى. شايفين جميل اهو، شايفين السمكه واخده اهي حاجه كده عريضه وفي قلب منها البطروخ. لا ما تجيبهمش عندي، اما بيعرفوا ان في بطروخ بيجولي. البطروخ موجود بس ايه يعني، ما بيبقاش كله مبطرخ يا جماعه، عشان ما اقولش لحد عندي مبطرخ بس مش كله مبطرخ، ماشي؟ لانني صريح. وخلاص بقى كده، احنا رقم تليفوننا 010 3327 0100 7 3 4 5 6. طب ما تلخبطش، قول الرقم اللي انت بقى، انت ما اقول رقم انت قول رقم، يعني رقم تليفوني 010 3327 0100 7 4 4، قول رقمك عشان انا مش حافظه. 0100 7 3 4 5 6. يا ما شاء الله، انا مش عارفه اقول برضه. المهم يلا، مش عارفه اقول لكم بقى يعني، يلا باي باي، لاني جالي زباين عشان ياكلوا من الفسيخ الجميل ده، جالي زباين اهي عشان ياكلوا من الفسيخ ده، ويلا سلام.